من باريس انضم إلينا أحمد كيلاني مراسل الغد. أحمد، ماذا لديك من تفاصيل وتطورات حول مشهد اعتصام أصحاب السترات الصفراء؟ نعم، نحن الآن في ساحة الجمهورية في باريس. هناك عدد من متظاهري السترات الصفراء يتجمعون هنا، ولكن الأعداد ليست كبيرة، الأعداد ضئيلة جدا. أيضا التظاهرة التي انطلقت من منطقة بيغ لاشيز بدأت بالوصول إلى نقطة النهاية إلى منطقة مونمارت. هذه التظاهرة سارت بشكل هادئ وسلمي، ولم يكن هناك أي اشتباكات مع قوات الشرطة الفرنسية. قوات الشرطة الفرنسية اعتقلت اليوم 64 شخصا بتهمة حيازة بعض الأدوات التي قد تستخدم في بعض أعمال العنف. هناك إجراءات أمنية مكثفة جدا تجنبا لحصول أي اشتباكات مع قوات الشرطة الفرنسية. أيضا يمكن القول بأن أجواء انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجري يوم غد في فرنسا ضغط على تظاهرات السترات الصفراء. العديد من نشطاء السترات الصفراء دعوا إلى التصويت ضد حزب الرئيس إيمانويل ماكرون حزب الجمهورية إلى الأمام. نعم، طيب فيما يتعلق بانتخابات البرلمان الأوروبي، هل هناك نسبة مشاركة واسعة؟ هل هناك حشد من قبل يعني الجمهور للمشاركة في هذه الانتخابات؟ حسب نتائج استطلاعات للرأي يبدو أن الفرنسيين لديهم حالة من العزوف في المشاركة في هذه الانتخابات. استطلاعات الرأي أشارت إلى أن 40% ستكون نسبة المشاركة الشعب الفرنسي في هذه الانتخابات. الرئيس الفرنسي حاول جاهدا خلال الأيام الماضية لتشجيع الفرنسيين وخصوصا فئة الشباب للمشاركة في هذه الانتخابات من أجل تحقيق الفوز على حزب التجمع الوطني، حزب ماري لوبين، الذي حتى الآن يتصدر نتائج استطلاعات الرأي. وتشير نتائج استطلاعات الرأي إلى أن حزب التجمع الوطني سيحصل على 25%، بينما حزب الرئيس إيمانويل ماكرون سوف يحصل على 22.5% في هذه الانتخابات. طيب، يعني عودة إلى المشهد فيما يتعلق بهذه التظاهرات، يعني كان هناك توعد من قبل المتظاهرين بالتصعيد اليوم، هل هناك أي مؤشرات تشير إلى ذلك؟ حتى الآن لا يمكن القول بأن هناك حالة تصعيد كبيرة اليوم. نحن هنا في ساحة الجمهورية، هناك محاولات كر وفر بين الشرطة وبين بعض المتظاهرين. قوات الشرطة تحاول منع المتظاهرين من الدخول إلى بعض الشوارع، ولكنها حتى الآن لم تستخدم قنابل الغاز المسيل للدموع ولم تستخدم أي شيء. هناك عمليات كر وفر قليلة جدا، وأيضا أعداد المتظاهرين ليست كبيرة، وهذا ما يجعل قوات الشرطة تتحكم بالأمور حتى الآن وتسيطر على الأوضاع حتى الآن. لا يوجد اشتباكات كبيرة، عمليات كر وفر قليلة جدا. نعم، إذن أحمد كيلاني مراسل الغد من باريس، شكرا جزيلا لك.